الغالي فاش كتكون بعيد على داركم ولقيتي شي خديم ويخصك الوراق والفيزه المخيره باش كدوز لونتروتيا خزنوه في ديك الباليزه اللي فوق الماريو ديال الوالده مع الحوايج البر وغدا اخر اجل ترى خاصكو سميتك زهير من زهر الزهراوي باش يوصلوا لك الكوليف 24 ساعه هادشي طبعا من بعد ما غتبقى منشور بواحد الصف وترى ما لا نهايه ويلا لقيتي الصف حيت غالبا يكونوا سادي وشي هي لا تسخسيخه ايوا علاش ما ديرش واحد البلاغ حط الكولية ديالك في أجونس كاش بيسوسي تلقاها في أجونس أخرى في مدينة أخرى وسط المغرب الأجل ديال التوصيل هو نهار في غالب المغرب سير عندهم وقت ما قالها لك راسك راه كيبقاو حالين حتى الثمانية حتى الويكاند وراه لي زاجونس ديال كاش بيسوسيل أكثر في المغرب كامل يعني موحات القسم والثمن ديال التوصيل بلا ما ندوي عليه واش عمر كاش بيس دار شي حاجة غالية لا ايوا دابا غادي يوصلوك وراقيك والفيسا وواحد السطل ديال حلوه الوالده دخل بيه على صحابك جداد في الخدمه ومن اللي تسالي ورجع الخاوي لك عليك راه حتى هو كيتصيفط في كاش بلس توصيل